طيب خلنا نبدأ بحزمة أفراحنا اليوم. وش عندنا من حزمة أفراح؟ يعني تعرف الحمد لله احنا من شهرين أو ثلاثة وإحنا ماسكين المهن وتوطين المهن التي تليق بالفرد السعودي أو الشاب السعودية. نعم. أمس قرار مجلس الوزراء كان مطمئن تماما وهو توحيد، وأعتقد إحنا كذا مرة وأنتم إنه يكون في منصة واحدة تستقبل التوظيف وترد على الناس. أمس قرار مجلس الوزراء عن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف. إذن إحنا الآن نقدر نحصي عدد العطالة، عدد اللي توظفوا، أسباب التوظيف، معوقات التوظيف، الرواتب، كل المنصة دي تضبط لك العمل وتحطه في بوتقة واحدة ونرتاح. جميل. هذه واحدة. عندك أيضا طيران ناس تحصل على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، أعتقد للمرة الرابعة على التوالي، وهذا منجز وطني، هو في الأخير محتوى سعودي زيه زي أي شركة سعودية. بدء تطبيق اشتراطات تركيب خلايا الطاقة الشمسية في المباني والمنشآت. إحنا ودنا يعني تصور يا أبو يحيى إنه هذا بس عابر، إنه يكون عندنا نقص فيتامين دال اللي بسبب عدم التعرض للشمس، وعندنا الشمس ونحن من يعني من الدول اللي تعتبر حارة والشمس فيها قوية، وكما يقول عمر بن الخطاب الشمس حمام العرب. لم نستفد من الشمس هذه القوية الأشعة الصافية، لا استفدنا منها في أجسامنا ولا استفدنا منها. فجاء الوقت أنه تكون فعلا طاقة موجودة، طاقة نعم موجودة وتطور. وأنا أذكر دكتور أنه عملنا حلقة موسعة عن هذا الموضوع، حقيقة أنه الخيارات فيها جميلة وكثيرة، يمكن ما زلنا نحتاج إلى توسع في الخيارات والأسعار، لكن فائدتها على المدى الطويل شيء عظيم. لا، وبالبحوث اللي فيها متقدمة، هي صحيح أن الحين بطيئة والخلايا كبيرة، لكن البحوث شغالة وإن شاء الله خلال سنة حتلاقي قفزة كبيرة. سدايا أيضا توقع مذكرة تعاون مع الشركة السعودية الكهرباء لخدمة 10 ملايين مشترك. عندك شتاء السعودية أيضا يعزز من جاذبية المحميات الطبيعية. السياحة الزراعية في تبوك وجهة لعشاق الطبيعة، شفنا المناظر كيف خلابة. 24 شركة عالمية توقع اتفاقيات لإنشاء مكاتب لها في السعودية في منطقة الشرق الأوسط. يعني مكاتب رئيسة لها. نعم، وصرت قبلة أنت، صارت الرياض قبلة للشركات ومقصد في آسيا كلها يكون المقر في. توكلنا شرط لدخول الأماكن والمنشآت والمؤسسات والمطاعم. وبهذه المناسبة عندي ملاحظتين. الملاحظة الأولى، أن يسمع كثير من الناس يقولون حظر التجول. الخطابة الرسمية كلها تقول منع، في القانون هناك فرق بين المنع والحظر، وتكلمنا عن هذا العام. الشيء الثاني، رسالة إلى المقيمين والمقيمات والمواطنين والمقيمات وكل من يسمعني، رجاء لا نريد أن نعود، نريد أن نستمر بهذا الحذر، نريد أن نلبس الكمامة، نطبق. أكيد الإنسان ينسى، يذكر بعضنا بعضا. المنشآت اليوم، أنا قبل نص ساعة هناك خبر عن إغلاق مول كبير في المنطقة الشرقية لعدم. ما نريد يا جماعة أنه ما نريد الحكومة تطبق القانون علينا، أخطأنا، نريد الحكومة تقول شكرا لأنكم التزمتوا. طيب أباخذ منك ثلاث رسائل سريعة، خلني أسميها لك تغريدات صوتية بسرعة. الأولى للمتراخين أو المتساهلين في الإجراءات الاحترازية من مواطنين أو مقيمين، وش تقول؟ والله أنا أقول إنه كل ما تقابل واحد تقول له يا أخي السلام بدي، يا أخي لن يصيبنا إلا ما كتب الله. الله عز وجل جعل الأسباب للأشياء. لذلك يا جماعة السلام نظر كفاية، الحجر الأسود وهو عز الأشياء، إذا ما تستطيع أن تلمسه يكفي أن تنظر إليه. للملتزمين بالإجراءات الاحترازية وإن شاء الله أنهم غالبية، نقول لهم شكرا لكم، وهذا أنتم تؤدون واجب وطني لا يقل عن أي واجب وطني تؤدون. للجهات المسؤولة اليوم كل وزارة المنوط بها ضبط الإجراءات الاحترازية. والله نقول تطبيق النظام أبدا لا يكون في تراخي، لأنه من يوم ما يصير في ثغرة الناس تساهل. الناس لا يؤدبهم في الغالب، إذا ما عندك وازع من ضبير فلا بد أن يكون وازع من نظام، واحدة من ثنتين، وازع من النظام. فالوازع من النظام يطبق، وبالذات الحمد لله الآن الكاميرات لا حد يفترع على حد. تدخل أنت مباشرة في أي مول في مطار، ذا الكاميرات عندك بدون كمامة، خلاص الكاميرات تصورك. وصلت، نروح لخبر.